طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي. النهاردة زي ما هوريكم إزاي تطبع. طبعا دي كلها لغات. إزاي هتطبع اللوجو ده وتقطعه على المكنة البلوتر؟ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كده مش هقدر ابعته ايه، مش ها ايه اللوجو قدامكم اهو. دي فليكن اللي هتروح طباعة، اللي هتروح ايه طباعة. هتقول لي هطبعها ازاي؟ البلوتر ما بيطبعش، في مكن 2 في 1 بلوتر وكتر بيطبع ويقطع. بضطر ابعت له ملفين، ملف ده طبعا هحوله جي بي جي وهوريكم تحويله ازاي. بخش قائمة فايل اكسبورت وبنزل هنا لغاية ما انا اجيب ايه الجي بي جي. ماشي، هتقول لي هطبعه ازاي؟ هقول لك روح لاي حد عندي طبعة فليكس، اطبع عندي الشغل ده، خد خامتك معاك ذكاء FS4، هو عندي مثلا فينيل، اطبعهم فينيل عندي، وبعد كده تعالى تقطع ايه على المكر البلوتر. هتقول لي ايه ادوات التحكم دي؟ ادوات التحكم دي اللي انا هطلع هثبت ايه، شفت السن ده، هو اللي هثبت فيه السن بتاع ايه بتاع القطر. اقول له ابدا لي منين؟ من الحته اللي انا واقف فيها على الماوس دي اها، وهو ايه يشتغل ويرجع ايه يقطع عليه الشغل ده حوالين الشغل ده. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم وهنوريكم هنعمل لهم ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نصغر شويه. كده احنا هنبتدي ايه، هنبتدي نشتغل فيه، نعمل الملف اللي احنا هنقطعه ايه، هنقطعه على الفليكسي. طبعا انا هنا الاداة ايه، اداة الاستروك، هاخد ايه الاداة دي اللي هي كنترول كات. يعني هنا ايه الملف اللي هي اللي هيتكات اللي هيتقطع، انا هقطع فين بس، بروح دايس اوكي. هنا القائمة دي اللي بتنزل لي هنا مثلا انا عايز حواليه كم ملي. ماشي، انا هخليه مثلا فليكن 3 ملي، 3 ملي، وادوس له ايه كلمة صح. كده نكبر شوية عشان نوريكم ايه الطريقة. شايفين الخطوط دي؟ هو اللي هيقطع لي حوالينها الكتر ده بعيد عن الرسمة، وبحيث ان انا اشيل الفارغ ده ويبقاش غير معايا اللوجو ده. طبعا عايز اصغر المساحة دي، اصغرها شوية مثلا على حسب. ماشي، طيب نروح نفك الشكل ده كله عشان الشكل ده اتمسك. نصغر شوية كده، ناخد الملف ده ونكبر ايه الجزء ده ايه اللي احنا ايه مساحة العمل على ايه على البلوتر. لو مسكت كده انا اهو تحدد باللون الاحمر اهو معاك، ده هو اللي هيروح ايه اللي هيروح على مكنة البلوتر. زي ما قلت لك هتثبت فين؟ هتثبت في السن ده، الكتر بعد كده يمشي كده ويمشي كده، وبعد كده يجي يخش ايه حوالين الرسمة ايه اللي انت معاك. يعني هنا اساسي ليك ايه، ان انت اداة التحكم دي، اداة التحكم اها اللي انت بتوقف في السن هنا ها، و الكتر يروح وبعد ما يخلص دي عشان يعرف يبدأ منين، وبعد كده يروح ايه يخلص ايه في دي كده 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 كده، وبعد كده تفرغ الزيادة وتاخده ايه
تلزقوا على اي حاجه. في حاجه، هلا معايا مثلا شويه شعرات صغيرين، فليكن البلوتر مش هيجيبها ولا يجيب الوانها، ممكن اجيبها بايه، على اروح اي اي مكتبه اتلفف رخ ستيكر واقطع مثلا على طول الطابعه، اذا كانت اي 4 دبل 4 اي حاجه، المقاس ايه، مقاس مثلا الاي 4 ماشي، مقاس الاي 4 مثلا معروف اللهم صل على كم النور 222 في 21، وبحط دوله بأدوات التحكم، الملف اللي راح لايه، هوريلكم كصوره انا دلوقتي، اوريلكم صوره، ده طبعا الصوره اللي هتروح بأدوات التحكم بكل، هحطها على الطابعه واطبعهم واروح رددهم على البلوتر واروح مفرغ. في حاجة تاني، انا عايزك تستفيد بالبلوتر اللي معاك، في فينيل حراري، فينيل حراري يعني انت بتشوف مثلا تيشيرت طبعة حلوة ليه، رسمة حلوة فيه، الفينيل ده بيتباع في المكاتب، مكتبة كبيرة مثلا زي مثلا في الرواعي عندنا في مصر هنا، انت بتنزل تجيب الفينيل ده وتطبع وتصمم الشعر، التصميم اللي انت عايزه، مثلا فليكن انت جبت ابيض، عايز مثلا تكتب كلمة، كلمة I love you ومش عارف ايه مثلا 010 زيرو كذا، الرسمة اللي انت عايزها، وبالفينيل الحراري ده تاخده ايه وتحطه على مكانة البلوتر وتقطع وتحطه ايه على التيشيرت، وبعد كده ايه بمكوة تدوس عليه، طبعا بتحط ايه عشان ما يلسعش منك الخامة، مثلا بتحط مثلا حتة قماشة، فليكن مثلا حتة قماشة مثلا زي قماش الفانيلا كده قطن كده، وتروح دايس عليه بالفانيلا وكده، ألف الألف. استفيد من البلوتر اللي عندك، ما تعتمدش مثلا انك انت تصمم مثلا حاجة العربية، حاجة الموتوسيكل، كلمة نمرة بتاع، استفيد. ليه تستفيد؟ هتبقى ايه مساحتك العمل زيادة، دخلك اكتر كده. النهاردة ان انا وريتك ازاي تطلع الشعار وتطبعه، بعد ما تطبعه تدخله على مكنة البلوتر تقطعه بس. جرب الاول مثلا ان انت عندك طبع الوان وتجيب لك فرخ ستيكر من اي مكتبة وتنفذ الخطوات دي، وفي شرح ان شاء الله في درس قادم، ما عشان ما اطولش عليكم، انا اطول فيديوهاتي مثلا بتكون 3 4 دقائق، ده انا داخل على 8 دقائق كده او 10. المرة الجاية هعلمك ازاي تعمل شعار على الفليكس او على الكوريل، وازاي تبعته برضه بنفس الطريقة دي، طبعا هتبقى محفوظة. هقول لك راجع مثلا شرح فيديو كذا، وارجو لكم التوفيق، وما تنسوش اشتراك في القناة، وما تنسوش اذا حد ما عايز اي حاجة يسيبها في الردود، وتدوسوا لايكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.